السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخلية بدلت، قمت بتبديل الملكة ولم تلقى الملكة، ما تلقاتش. السبب كان هو الطائر الوروار. ما تلقاتش هاد الملكة ما شاء الله. ان شاء الله عسال، عسال مختوم. ندي هاد الحزازات هادو، نكتلقى هاد الحزازات، هاد الخطوط هادو، هاد العروق هادو، عسل مختوم ووراه قديم، كيف كنقولو حنا، طايب خاطر. غادي نشوف هاد الملكة واش مازال حياء او ميت. مبغاش تلقاح، كي قلتلكم السبب طائر الوروار. هاد الخالية هادي سوف تموت لما تدخلش ودرتها تعاسي لشي خالية أخرى. كنقلب على الملكة، تاع الملكة ملقيتهاش. الملكة قد ربما بدات القاع ديال الصندوق. الملكة غير ملقاح. هذا غنضطر تا ونزيدو عسيله شي خاليه، فاش غيبدا السكوم وغيبدا. هانتوما لاحظوا الاطارات اللي كنقول لكم، اطارات تسلسل الرقم، هانتا 61 00 01، كتعطيك 00 والرقم الاخر خلي. هذا كنت زيت ايطاليا الحضانه. الملكه خرجات وكاينه الملكه هنا، موجوده الملكه هنا. خصني نقلب عليها، نجبدها نوريها للمشاهدين. الملكه ما كتاش غير موجودة، وين كاين الملكة هنا. أنا مأكد الملكة موجودة داخل القاع الصندوق، ولكن مع التصوير وداكشي ما جاليش كيفاش نقلبها مزيان. هاد الملكة السبب كي قلت لكم طائر الوروار، ما خلاش الملكة تخرج تلقاح. كان طائر الوروار كيمر هنا، كيمر بزاف، وهي كتخاف من طائر الوروار. نتمنوا تشجعوني وتشتركوا معي في القناة، ونتمنوا يعجبكم هذا الفيديو. هذا الخلية ان شاء الله غادي نديرها عاسلة، نزيد عاسلة شي صندوق اخر من الخليات اللي عندي هنا، موجودين هنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وشكرا لكم.